عبد المجيد حانب، رئيس جمعية الأزهر للتربية والثقافة والرياضة والبيئة، ورئيس مجلس دار الشباب دور الرحوان تفاس الجديد. كما تتشوفوا في هذا الحومة هذه تتكتسي واحد الجمالية كبيرة وزوينة من خلال الأغراس، من خلال الجداريات، من خلال الكاميرات اللي موضوعين في الجنبات ديال الحي، الأماكن اللي مخصصة لوضع الأزبال والقمامات. هذه البادرة هذه نابعة ومنبثقة من طرف السكنة ديال هذا الحي هذا، خاصة فئة الشباب اللي كانت عندهم غيرة على هذه الحيادة وناضوا وتعاونوا وتكافلوا بعضياتهم وساهموا، والفكرة بدأت في درب واحد، وفاش نجحت الفكرة في واحد الدرب تعممت على جميع الدروب ديال هذا الحي هذا. طبيعة الحال هذا الشيء كله بمساهمة شخصية للسكنة ديال هذا الحي، كل دار تتعطي على حسب الإمكانيات ديالها. تنتمنى من الحومات الأخرين أنهم يحدون حدوى هذا الحي هذا، وتاهما تجيهم الغيرة وتجي هذا باش إن شاء الله تاهما الأحياء ديالهم والأزقة ديالهم تكون في واحد المستوى رفيع جدا. ساكن في هذه الحي هذا وفرحان الحمد لله اللي ساكن أنا في هذه الحي هذا على هذه الجمالية دياله اللي وصل الله، وهذا لأن اللي جيتي تشوف هذا حي شعبي باش تلقى المناظر وهذا جماع في البلايص كاملين في الحي الشعبي ما كاينش هذا الشيء. حنايا درنا هذه المبادره الساكنه الصغير الكبير العيالات، يعني ما نعاودلكش كي قال لك الاخ ان ذاك المعاونه كل واحد يعطي على قد القياس ديالو من الشهر للشهر، وكي كتشوف عندنا هنايا هما ذاك لي بوبيل وكذا، وهذه الدري الصغير هو التالي الا لقى شي حاجه في الارض يهزها يرميها، والحمد لله ما بقينا لا الوسائل باش نتسرقوا ولا الكاميرات عندنا في الحومه، محافظين على هذا الشيء، محافظين علينا، محافظين على الديور ديالنا، وما كنتسرقوا ما والو، لقينا الفائده ومن العينين ديالنا كنشوفوا تخرج على الصباح كتشوف واحد الحاجه، يعني حتى الصور غادي تزيد تكمل لك انك كتشوف واحد الحاجه اللي هي مزيان. كنسكن في سقيت العباسي لهاد الحومه هادي زوينه كما شفتوا، وهذا وحنا فرحانين بهذا التدهور اللي داروا الناس، ودابا هادي مده 3 سنين وحنا كل عام تيتغير شي حاجه، كل عام تيتبدل لون الحومه، كل عام تيولي لوك جديد واحد اخر. هادشي كله تيرجع للسكينه والفضل ديالها مع الدراري الصغار اللي كيسهروا بالليل تيسيقوا الحومه ديالهم وتيقوموا بتنظيف الغروسه، وكما كتشوفوا الدنيا هكا ولات زوينه دابا، والسكان الحومه اللهم لك الحمد ما لقيناش معاهم مشكل، حتى هما تيتعاونوا بالقليل ولا بالكثير. وانت كما كتشوف المبادره غاده زوينه هكا، وكنتمنوا من الساكنه تفاش جديد كلها نفيقوا شي نهار ولقاو الدنيا دايره هكا زوينه. السلام عليكم اسيدي، تنشكركم على هذه المبادره اللي دايرين لنا الناس في الحومه، وهاد الناس الله يكثر خيرهم بقاو عندنا لا شفاره لا اللي تيادينا اللي تيجينا، واخا كنبيتو ببالنا محلولين وكيعاملونا وتيعاونونا، والحمد لله منظفة وما كاين عندنا لا شغب لا حتى شي حاجه لا اللي تيجينا ولا اللي تيدق علينا، والله يجازيهم بخير، والله ينصر سيدنا، والله يخلينا ملكنا، والله يشافيه لنا. حومة سقيت العباسيين هاد الحومه اللي كتعطي واحد المثال في النظافه وفي الغرس وفي الوطنيه والمواطنه الحقه، واتمنى ان شاء الله ان يكون فجديد كله وياخذ العبار من هذه الحومه الجميله بالابيات الشعريه وبالحكام وبالغرس وبالنظافه. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتب الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.